ونبقى في المجال الصحي وضمن فعاليات الأسبوع العالمي للتحصينات 2017 والتي نحتفل بها هذا العام تحت شعار اللقاحات تحمي الجميع. نظمت إدارة الطب الوقائي بمنظمة الشارقة الطبية اليوم الأربعاء ندوة علمية للكادر الطبي والتمريضي العاملين بحضور محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية وعدد كبير من العاملين بمجال اللقاحات في القطاعين العام والخاص. وتهدف ندوة إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من العديد من الأمراض ودور الطب الوقائي في تنفيذ البرامج الوطنية. وتطرق المتحدثون إلى أهمية البرنامج الوطني للتحصينات والذي يأتي ضمن أولويات وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة للقطاع الصحي لتوفير كافة وأفضل الخدمات الوقائية والعلاجية. تضمنت الندوة العلمية عدة محاضرات هامة حول تحديث البرنامج الوطني للتحصين وأفضل المستجدات العالمية في برنامج التحصين وفق توجهات منظمة الصحة العالمية. تضمن برنامج الاحتفال فيلم وثائقي حول أهمية التطعيمات وآخر عن عيادة المسافرين لمعالجة أفراد المجتمع وفقرة فنية. وفي نهاية الاحتفال تم تكريم المتحدثين والمنظمين والرعاة.